نتكلم عن الزمالك على سبيل المثال بدون ذكر اسماء، يعني مش حابه اذكر اسامي، لكن هتلاقي ان في كام لاعب مستواه اتاثر بسبب هجوم عليه على السوشيال ميديا. ضغوط صعبه جدا بتكون على اللاعب، بتخليه بره تركيزه، بتخليه ما يركزش في الملعب، هو قاعد شاغل باله بالكلام اللي بيتقال عليه على السوشيال ميديا. طب انا دلوقتي لو غلطت، لو لعبت وحش، لو ادائي سيء، لو ضيعت ضربه الجزاء، ايه اللي هيحصل؟ الناس مش هتسيبني في حالي، الناس هيبقوا بيهاجموني اكتر كمان ما هم بيهاجموني. ما افتكرش ان في لاعب ممكن يتحط تحت الضغوط دي ويطلع افضل حاجه عنده. فكل جمهور لو بيحب مصلحه فريقه، بيحب مصلحه لاعبيه، لازم يكون واعي ومستوعب كده كويس، لان انت كجمهور، انت كمشجع، انت الدرع اللي بتحمي لاعبيك وفريقك وبيستمدوا القوة منك انت. فلو انت هاجمتهم بالشكل السلبي فانت كده بتوقع اللاعب وبتهده وبتهزمه نفسيا، حتى لو انت كان كل اللي عملته انك انساقت ورا الترند السلبي مثلا تجاه اللاعب، التحفيل اللي بيحصل على السوشيال ميديا، السخرية اللي بتحصل على اللاعب، الهجوم الغير مبرر اوقات كتير جدا في حاجات، يعني حاجات ممكن تكون تافهه حقيقي، مش بتبقى حاجات فعلا تلاقي كوميك كده طالع ملوش اي ثلاثه لازمه، نمسك اللاعب نسلخ في اللاعب بسبب حاجات ملهاش علاقه بكره القدم اطلاقا. وده اللي قلته، انه ما بيتحكمش في الاخر عليك كلاعب، ممكن حاجات شخصيه، حاجات بره الملعب، حاجات حصلت في النص تخلي اللاعب يطلع ترند على السوشيال ميديا بشكل سلبي ويتحكم عليه كلاعب بشكل كبير. وللأسف الحاجات دي بتأثر على اللاعبين بشكل كبير جدا وبتكون سلبية. بنتمنى ان الظاهرة دي تنتهي، بنتمنى ان احنا ما نشوفش اللجان الإلكترونية دي بتتحكم فينا، بتتحكم في توجهاتنا، بتتحكم في أفكارنا، احنا بنشجع مين مش بنشجع مين، مين اللي بنحبه مين اللي ما بنحبوش في أي مجال. خلي عقلك هو الحكم مش السوشيال ميديا، خلي عقلك هو اللي يحكم على الامور، انت عينك تكون هي الناقد او انت تكون الناقد، انت تشوف هل اللاعب ده او هل الشخص الفلاني ده يستحق ان هو فعلا يتقال عليه لاعب جيد، ولا انا شايف ان هو لا، ان هو لاعب مش افضل حاجه. ما تخليش السوشيال ميديا هي اللي توجهك او تاثر عليك او تمشي ورا الموجه، خليك واعي، خليك مثقف. جمهور نادي الزمالك دايما بنقول عليه ان هو افضل جمهور، ان هو بيفهم في الكوره وان هو فاهم كوره كويس جدا. فدايما بطلب من جماهير نادي الزمالك ما تمشوش ورا اي موجه تشوفوها او تلاقوها على السوشيال ميديا. انت الحكم، خلي مخك هو اللي يوجهك وهو اللي يقولك اذا كان الكلام ده صح ولا غلط.